السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اذا في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضر على بعض النصائح والتوجيهات بالنسبه للناس البكالوريا ولا الناس الجهوي ولا الناس ديال التسعه ولا اي واحد بغى يدوز شي امتحان. ان شاء الله غنعطيه بعض النصائح اللي غادي ينفعوه. حاول تركزوا معايا في الفيديو مزيان، اوكي؟ اذا غادي نهضر على 10 نصائح ولا 10 ديال التوجيهات ولا 10 ديال الخطوات اللي خصك تتبعهم باش تستعد للامتحان. كيفاش تستعد للامتحان وتدوز امتحان وكلك ثقه كلك طاقه ايجابيه ان شاء الله. اذا النقطه الاولى، غادي نحاول نهضر بعجاله. سمحوا لي كنجري في الهضره بالزربه، سمحوا لي كنزرب في الهضره. اول حاجه هو اختيار المكان. انت بغيتي تراجع، انت تبعك امتحان ولا تبعك امتحان وطني، ياك امتحان وطني ولا جهوي ولا محلي، كيف ما كان الامتحان انت تبعك امتحان، خصك تختار المكان فين غتراجع. انت ما يمكنش تراجع في الصالون وخوتك كيلعبوا ولا العائله كيهضروا ولا. حاول تشوف المكان المناسب للمراجعة، سواء كان بيت، سواء تخرج على برا، سواء تمشي للمقهى، سواء تمشي للمكتبة. كاينين مقاهي خاص للطلبة مثلا يراجعوا، كيراجعوا اون جروب الى اخره. اذا حاول تركز على المكان، المكان كيلعب دور كبير باش دغيا كتستوعب، دغيا كيدخل داكشي للراس، يعني كتراجع وانت في واحد الظروف اللي هما مزيانين. ثانيا الزمان، الزمان باش تحفظ ولا تراجع الدروس ديالك. الزمان مهم، راه ماشي تراجع عليه في جوج دليل ولا ثلاثه دليل ولا ثلاثه دليل ولا جوج دليل. الدماغ ديالك كيكون عيا، صافي ما يقدرش يزيد. الخلايا ديال الدماغ واخا تقرا شي حاجه ما كتستوعبش، ما تقدرش تحفظهم. يعني دائما الانسان اذا بغى يراجع يراجع في الصباح، يفيق بكري واخا يعمل يخطط، يعني واخا ما مولفش كيفيق بكري، ولكن هاد الايامات ولا هاد الشهر اللي باقي يحاول يفيق في الصباح مع الخمسة الصباح ستة الصباح، ويبقى ينعس شويش مع العشية أو ينعس بكري. المهم الصباح أحسن وقت للمراجعة هو مع الفجر، مورا الفجر ستة سبعة ثمانية كتراجع كيكون باقي كلشي ناعس والدنيا هادئة، سواء في الدار سواء في الحومة ما كاين الصداع، كتفيق أي حاجة كتقراها كتهزها في الراس ديالك دغيا كتدخل لك للدماغ. يعني الصباح صراحة أنا من تجربتي الشخصية الصباح احسن حاجه للمراجعه، احسن وقت للمراجعه. دائما دائما خصنا نركزوا على الوقت. اذا عندنا المكان، اختيار المكان والزمان، يعني خص يكون ملائم للمراجعه. ما تبقاش تراجع في 4 الليل 5 الليل، الانسان كيكون عيان. وما تبقاش تراجع فوق الناموسيه ديالك اولا فوق الكما ديالك، حيت اذا مشيتي تراجع صافي غيديك النعاس اوتوماتيكمون، يعني مباشره. حاول تبعد على الدار اولا تمشي لواحد المكان اللي هو هادئ باش تراجع. رقم ثلاثة هي الابتعاد عن وسائل التشتيت. حاول تبعد راسك على وسائل التشتيت، وسائل التواصل الاجتماعي. بعد عليك الهاتف، بعد عليك التليفون، بعد عليك بي سي، بعد عليك اي حاجة. انت بغيتي تركز حاول تركز مع الكتوبة ديالك الدفاتر ديالك وراجع، حيتاش اذا بقيتي كتدخل هذا واتساب هذا انستغرام هذا فيسبوك صافي تما غتبقى، الا هذا غير ميساج الله صنع ليا ما كاين لا صوني لا والو. بغيتي تراجع شد التليفون ولا حيد له الصوني ومشي رازع، مشي رازع ومشي ركز راجع راجع مزيان. وحاول تخصص واحد الوقت مثلا ساعة وعمل استراحة ولا ساعة ونص ولا جوج ساعات، وخرج شوية شد سيارة دور كدا عاود رجع وكمل على المراجعة ديالك، اوكي؟ إذا ابتعد عن وسائل التشتيت، كل ما يشتت تفكيرك ولا عقلك ولا بالك ولا تركيزك حاول تبعد عليه وابقى هاني وركز. رابعا، إذا كان ممكن المراجعة في مجموعة ولا ريفيزيون اون جروب، يعني ملي كيكون جروب او لا جوج بكم ولا ثلاثه بكم ولا اربعه بكم، هاد اللقطه مزيانه، ولكن خصك تحسن اختيار الاصدقاء، الناس اللي عندهم غرض بغاو يرجعوا بصح الامتحان، ماشي يتفلاو ولا يضحكوا ولا لا. تمشي هذا كيعرف واحد المعلومه، يا اخر كيعرف واحد المعلومه، انت ربما كتجهل ديك المعلومه وكتبقاو تسقسيو بيناتكم مثلا، كتعطيه السؤال وكيجاوبك، خصوصا اذا كانوا جوج او ثلاثه او اربعه، غير ما تكونش مجموعه كبيره باش كيكون واحد الاستفاده، كتعملوا تمارين الى اخره. الانسان تبادل راه مزيان، احسن حاجه هي الخدمه اون جروب. يعني دائما ملي كتخدم جماعه كتكون الخدمه مزيانه، غير هو يكون الناس عندهم هدف، الناس عندهم غرض في المراجعه. خامسا واحسن حاجه اللي غتركزوا عليها يعني خلال هذا الشهر المتبقي، يعني احسن حاجه، يعني راه ماشي انسان عاد غيبدا المراجعه، دابا حاليا خصك تحل الامتحانات السابقه، تمرن على الامتحانات، حاول تستغل هذه الظرفيه ولا هذه الفرصه ولا هذه الايامات ولا هذا الشهر اللي باقي
تحل الامتحانات السابقه. ملي كتحل الامتحانات السابقه كتحيد الدهشه اولا، وكتشوف المنهجيه كيفاش عامله، كتعود على طريقه طرح الاسئله الى اخره. يعني صراحه يكون حل الامتحانات السابقه كيعاون بزاف، يعني غادي تحيد الدهشه بعد على الاقل، وتعرف شنو كاين، وحتى طريقه كيفاش تجاوب الى اخره. وفي نفس الوقت كتدرب راسك باش تجاوب على امتحانات سابقه. يعني كنقصد غير هاد السنوات، ما تشوفوش القدامين، غير هاد السنوات الاخيره 2015 16 17 وطلع معاها. سادسا، ثقه في النفس. راه اذا ما كانش عندك ثقه في النفس راه ما عندك والو. دائما كن قوي، دائما كن عندك ثقه في النفس. انا غادي نجيب 14 او لا 15 او لا 16، وتكون تايق في راسك وتعمل واحد المجهود وتكافح، ما تبقاش خايف. دائما تبقى تحسب، شوف نجيب 5 في اجتماعيات، نجيب 6 هنا، نجيب 12 هنا، نجيب لا، دائما راجع وضرب على معدل مزيان، وربي كبير، ربي يوفق. غير انسان خصو يجتهد، يجتهد، راجع، والكمال على الله، وما تبقاش خايف. بعد على الخوف، بعدوا على الخوف، بعدوا على التوتر. انسان يكون تايق في راسو، راه يدوز امتحان، امتحان راه عادي، راه ماشي صراط مستقيم ولا تموت ولا لا، عادي، امتحان عادي كباقي الامتحانات، وتمشي. كلك ثقه، كلك طاقه ايجابيه، وان شاء الله كاملين تنجحوا. سابعا، فهم الدرس. الدرس راه خصنا نفهموه ماشي نحفظوه. راه ملي كتحفظ، اذا نسيت واحد الكلمه صافي كتنسى كلشي. حاول الدرس تفرتكو، ولا كيفاش غنقولوا، حاول تفهمه بطريقتك المبسطه، حيتاش الدرس اذا فهمتيه راه كتجاوب بطريقتك يعني المبسطه، يعني بالطريقه ديالك، ماشي بالضروره تحفظ داكشي اللي قال لك الاستاذ. ملي كتفهم الدرس كتعبر من عندك، مستحيل تغلط، كتعبر باي طريقه، باي وسيله، كيكون عندك كلمات وكتعبر بهم. ولكن اذا كنت حافظ ونسيتي غير واحد الكلمه صافي كيمشي لكل شيء من الزيرو، ديك الكلمه كتخليها فراغ، وملي كيجي المصحح كيقول اذا هذا راه نقل ماشي داكشي ديالو. كيفاش خلى الفراغ هنا؟ شوف شحال كتب باراغراف كبيره، هو ما عارفش باللي انت نسيتي. باش غيعرف هو نسيتي؟ راه ماشي الاستاذ ديالك في القسم، كيصحح واحد الاستاذ اللي بعيد عليك، ربما لا يعرفك ولا تعرفه. إذا دائما فهم الدرس وما تحفظش. ثامنا، تنظيم الوقت. يا عباد الله، رتبوا الوقت ديالكم، نظموا الوقت. راه ماشي كل من هب ودب يدي لك الوقت ديالك. راه الوقت هو راس مال ديالك، هو راس مال البشريه كامله. انت خصك ترتب الوقت ديالك، وخصك تخطط الوقت ديالك، ماشي اي واحد عيط لك في التليفون وتمشي تتبعه. دائما انت ركز في الامتحان ديالك، ركز في المراجعه ديالك، ركز في المراجعه. واخا يعيطوا لك، واخا انت انا عندي المراجعه اليوم، كدير واحد بلانين، عندك واحد الهدف، اليوم غادي نراجع هذه الماده، غادي نراجع. ما يمكنش يجي شي واحد يقاطعني. تاسعا، تاجيل. تاجيل انسان، التاجيل هو واحد المرض قاتل، كما كيقولوا لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. دائما ما تاجلش، دائما الحاجه تعملها اليوم صافي، ما تبقاش تفكر غدا نكمل عليها ولا غدا نعملها، ومن يدري انت غدا غادي تصبح بصحه جيده ولا غادي تصبح مزيان. دائما ما تاجلش الحاجه اليوم، اليوم الحاجه الغدا الغدا. لا تؤجل عمل اليوم الى الغد، عمرك تاجل شي حاجه، تبقى تقول وباقي الحال وباقي هذه وباقي هذه. لا، دائما راجع شويش من هنا شويش من هنا، ما تحش بالقنط، دائما يكون تنوع، ودائما سبق بالحاجه اللي سهله. الحاجه اللي سهله هي اللي غتراجع، ماشي غتمشي تبدا بشي حاجه صعيبه، لا، بالحاجه السهله عاد كتمشي الحاجه اللي صعيبه. اخيرا، النقطه الاخيره عاشرا، وهي تحكم في راسك. حاول تحكم في راسك، تحكم في راسك، او لا حاسب نفسك، او لا حاول تحس بالمسؤوليه اللي على عاتقك. انت عندك واحد امتحان، خصك تكافح، خصك تفرح الوالدين، خصك تجيب واحد النقطه مزيانه باش تمشي لواحد الشعبه اللي هي مزيانه. حاول تكافح، ما تسناش شي واحد يقول لك زيد فلان راجع ولا زيد عمل. دائما تتحمس راسك، تتحفز راسك، انت تكون قد المسؤوليه، انت تحس باللي كاينه واحد المسؤوليه، باللي خصك تراجع، خصك تنوض، خصك. ودائما اي نهار داز خصك تقول شنو راجعت في هذا النهار. دائما حاسب نفسك، دائما قول شنو راجعت انا، شنو استفدت اليوم، شنو عملت اليوم. دائما كتبقى حساب مع نفسك، ما تستناش شي واحد يجي يقول لك فلان راه ما راجعتيش ولا نوض تراجع. راه انت مسؤول، انت كبير دابا، ماشي باقي صغير شي واحد نتبعوه زيد راجع زيد عمل. ما تستناش شي واحد يجي يحفزك ولا، انت عندك الحافز الاكبر هو انك تشجع، هو انك تجيب نقطة مزيانة تفرح الوالدين ديالك. اول حاجة تفرح راسك وتفرح الوالدين ديالك، وثالث حاجة واخيرا اللي هو باش تختار واحد الشعبه مزيانه خصك ضروري تجيب النقطه. اذا الحل الوحيد هو تجيب النقطه، هو تجتهد، هو تركز في الامتحان، هو تجيب نقطه مزيانه باش تمشي تختار الشعبه اللي بغيتي انت. واخيرا كخلاصه، عندما يكون لديك هدف
لا تهتم للآخرين، عندك واحد الهدف حاول تركز عليه الوحيد. بغيت ننجح في امتحان مثلا، سواء كان البكالوريا كيف ما كان هذا الامتحان، خصني نركز، خصني نجتهد. ما تسوقش البشر، ما تسوقش للآخرين. دابا في حال انت مثلا فيك الجوع، واش انت فيك الجوع تمشي تفتح واتساب ولا انستغرام؟ ولا فيك الجوع كتمشي تاكل صافي، واخا تشوف ما عرف شنو غتشوف. انا فيا الجوع غنمشي ناكل، ما نفتح لا انستغرام لا تيك توك لا حتى حاجه، انا فيا الجوع خصني ناكل. يعني كتمشي تاكل. نفس الشيء انت عندك امتحان، ركز مع الامتحان ديالك وما تسوق ليش البشر. ما كاين لا افلام لا اغاني، لا ركز مع الامتحان ديالك. مراجعات ثم المراجعات ثم المراجعه، ملي غتسالي المراجعه التالي تنجح الى اخره، دوز امتحان واشطح لي مع راسك. وراه ما تنقز، راه ما تلعب كوره، راه ما تتفرج الام، راه ما تلعب بلاي ستيشن ولا العب مع راسك. المهم ديك الساعه كتكون ساليتي المهمه، ولكن حاليا باقي المهمه ديالك ما تسالاتش. راجع راجع واحفظ مزيان، نصيحتي الأخيرة احفظ مزيان باش تفرح راسك وتفرح الوالدين وتنتقم من الناس الآخرين اللي كيقولوا انت كسول، انت ما في يدكش، ولا انت ما موقدش، ولا انت ما تنجحش، ولا انت ما عارف شنو. دايما كافح وغادي توصل ان شاء الله. اذا كان معكم الأستاذ علي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام، الله يوفق الجميع، الله ينجحكم.